يا رزاق. أكثر من 50 شهيدا مدنيا حصيلة مجزرة النظام في مدينة الميادين، هو عربون من الأسد للمجتمع الدولي بقصف مناطق تنظيم الدولة، حيث استهدف طيران النظام الحربي السوق المقبي الشعبي في مدينة الميادين بأربعة صواريخ فراغية راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم أكثر من 10 أطفال وأربع نساء. ناشطون في المدينة أفادوا بأن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا تزال جارية، فيما أعلنت المشافي الميدانية عجزها عن تقديم الإسعافات الأولية اللازمة نظرا لارتفاع أعداد الجرحى والمصابين. آثار الدمار والخراب. مدينة الميادين التي سيطر عليها تنظيم الدولة بعد اشتباكات مع الثوار في تموز من العام الماضي لم تتعرض لقصف طائرات النظام منذ ذلك الحين، أي قبل أكثر من عام، لا بل كانت تخضع لهدنة غير معلنة كما باقي المناطق المتاخمة بين الأسد والتنظيم. النظام باشر بقصف مناطق التنظيم منذ قرابة الأسبوع فقط، أي بالتزامن مع محاولات موسكو تسويق الأسد على أنه المنقذ الوحيد لسوريا من تنظيم الدولة، ومع ذلك ما زال النظام لا يستهدف المواقع العسكرية للتنظيم بقدر ما يقصف المدنيين العزل في مناطق سيطر عليها التنظيم عنوةً.